فضيلة الشيخ بأن أنا أعمل في المملكة واستدعيت زوجتي لزيارتي، وبالفعل أتت لدي وكان لي مدة كبيرة بعيدا عنها، ووصلت لي في شهر رمضان وأتيتها في نهار رمضان ولم أدري ما كفارة ذلك. وبعد ذلك بثلاثة أشهر أديت فريضة الحج أنا وزوجتي، ما هي الكفارة لهذا وهل الحج صحيح، علما بأنني لم أكن أعلم مدى خطورة هذا العمل المأجورين. أما بالنسبة للحج فالحج صحيح، لأن عدم القيام بالكفارة لا يوجب فساده، وأما الكفارة فيجب عليه أن يكفر هو وزوجته إذا كانت مطاوعة، والكفارة عتق رقبة على كل واحد، فإن لم يوجد فعلى كل واحد أن يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكين، إلا إذا كانت الزوجة مكرهة فإنه لا شيء عليها، لا قضاء ولا كفارة. كذلك لو كانت الزوجة تظن أنه يجب عليها إجابة الزوج في هذه الحال فإنه ليس عليها قضاء ولا كفارة لأنها جاهلة. وهنا يجب أن نعلم الفرق بين الجهل بالحكم وبين الجهل بما يترتب على الحكم. الجهل بالحكم يعذر به الإنسان ولا يترتب على فعله شيء، والجهل بما يترتب على الفعل لا يسقط ما يجب. فمثلا إذا كان رجل جامع في نهاية رمضان يعلم أنه حرام لكن لا يعلم أن فيه هذه الكفارة المغلظة، فإن الكفارة لا تسقط عنه، يجب أن يكف. وأما إذا كان يظن أنه لا شيء فيه، ليس فيه تحريم، فهذا ليس عليه شيء. ويدل لهذا قصة الرجل الذي جامع زوجته في نهار رمضان في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم أتى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخبره، فأمره النبي وقال ماذا علي، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة. فهذا دليل على أن الرجل إذا جامع وهو يعلم أن الجماع حرام ولكن لازم ماذا عليه، أن عليه الكفارة ولا بد. استدراك على ما وضع في قصة المرأة التي قدمت على زوجها وجامعها في نهار رمضان، أقول إذا كانت المرأة حين قدومها مفطرة على أنها مسافر ثم جامعها زوجها فليس عليها هي شيء، لأن القول الراجح أن المسافر إذا قدم مفطرا فإنه لا يلزمه الإمساك بل يبقى على فطر. نعم. هل يجوز أن يكتحل الإنسان أو أن يقطر في عينه أو أن يقطر أيضا في أذنه إذا كانت تؤلمه، وما الحكم لو وجد طعام ذلك في حلقه؟ نرجو الإجابة وفقكم الله. نقول نعم، يجوز للصائم أن يكتحل، ويجوز أن يقطر في عينه، ويجوز أن يقطر في أذنه، ولا ضرر عليه إذا وجد طعم ذلك في حلقه، لأن هذا ليس من الأكل والشرب ولا بمعنى الأكل والشرب، ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يكتحل الصائم. وأما الأنف فإنه لا يقطر فيه شيئا، لأن الأنف منفذ إلى المعدة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لقيط بن صبرة قال بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. ولكن لو استنشق الإنسان وهو صائم ثم تهرب الماء إلى مائدته فإنه لا يفطر بذلك لأنه بغير اختيار. ومثله ما يقع لكثير من الناس حينما يشفطون البنزين من اللي أو نحوه فيتهرب ذلك إلى بطونهم، فإنه لا يضرهم لأن ذلك بغير اختيار منهم. هل يجوز لزوجتي أن تتزين لي في شهر في نهار شهر رمضان المبارك، وهل يحق لي أيضا أن أقبلها إذا أردت ذلك؟ أما تقبيل الرجل زوجته في حال اغتيام فلا بأس به، ما لم يعرف من نفسه أنه أن ينزل، ما لم يعرف من نفسه أنه ينزل بالتقبيل. فإن عرف من نفسه أنه ينزل بالتقبيل فإنه لا يجوز له أن يقبل حينئذ، لأنه يكون متسببا لفساد صومه، إذ أن القول الراجح هو أن إنزال المني لشهوة يقظة مفطر للوضوء إذا كان ذلك مفطر للصائم إذا كان ذلك بعمل لا بتفكير. أما إذا كان الرجل يعرف من نفسه أنه لا ينزل بتقبيل زوجته فلا حرج عليه في ذلك. وأما تزينها له في حال الصوم فهو أيضا لا بأس به، إذا كانت تعلم من زوجها تقوى الله عز وجل وعدم تجسمه للجماع المفسد لصومه وصومها، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص. هل يجوز
لزوجتي أن تتزين. تزوج قبل 20 سنة في شعبان، يقول: وكنت قد أتيت زوجتي طول النهار جامعتها في رمضان جهلا مني ومنها بذلك، بل وأتيتها في رمضان الآخر يومين، فماذا علي؟ هل علي كفارة أم صيام؟ إذا كان جاهلا حقا يظن أنه لا يفطر إلا الأكل والشرب وأن الجماع لا يفطر فلا شيء عليه، وهذا في الحقيقة بعيد في من عاش بين الناس. وأما إذا كان عالما لكن لا يدري أن عليه كفارة فعليه كفارة، إذا كان كل يوم جامع فعليه 30 كفارة، إذا كان شهره 30 أو 29 كفارة إذا كان شهره 29، وكذلك في رمضان الثاني. نعم. والكفارة عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد فإطعام 60 مسكينا. سؤاله الأول يقول: إذا فات على المرأة المسلمة المتزوجة صيام رمضان بسبب إرضاع طفلها، فماذا عليها إذا لم تستطع قضاء ذلك الشهر؟ هل تفدي عنه؟ وهل زوجها هو المكلف بالفدية عنها إذا كانت لا تملك ما تفدي به؟ نعم. المرضى إذا كانت تخاف على ولدها من الصيام بحيث ينقص اللبن حتى يتضرر الطفل، فإن لها أن تفطر، ولكنها تقضي فيما بعد، لأنها تشبه المريض الذي قال الله فيه: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فمتى زال المحظور إما في وقت الشتاء لقصر النهار وبرودة الجو فإنها تصوم في ذلك الوقت، أو إذا لم يمكن ولو في الشتاء ففي العام القادم تقضيه. وأما الإطعام فلا يجوز إلا في حال كون المانع أو العذر مستمرا لا يرجى زواله، فهذا هو الذي يكون فيه الإنسان مطعما. امرأة عليها أيام من رمضان، وقد سمعت في حديث بأنه من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر كله، تقول: ولا أستطيع أن تقضي، وهي لا تستطيع أن تقضي، وهل يصح لها أن تصوم الستة أيام من شوال وتقضي في ذي القعدة؟ لا ينفعها إذا صامت الأيام 6 قبل قضاء رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال، فلا بد من إكمال رمضان أولا ثم يتبع بعد ذلك بصيام 6 أيام من شوال. لكن إذا كان لا يمكنها أن تقضي في شوال، مثل أن تكون امرأة نفست في أول يوم من رمضان وبقي عليها دم النفاس 40 يوما ثم طهرت وشرعت في صوم رمضان، فستصوم من شوال 20 يوما من رمضان والبقية في ذي القعدة، ففي هذه الحال يكون لها الأجر كاملا لأنها أخرت صيام الأيام 6 لعذر. وقد ظن بعض الناس أن صيام 6 أيام من شوال كسائر التطوع بالصوم، وقال إنه إذا كان يجوز للمرأة أو يجوز لمن عليه قضاء من رمضان أن يتطوع بالصوم فإنه يجوز أن يقدم صيام الأيام 6 قبل القضاء، ولكن هذا ليس بصحيح، أي هذا الظن ظن غير صواب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صرح بأن هذه 6 لا بد أن تكون تابعة لرمضان، والتابع لا يمكن أن يكون قبل تمام المتبوع. أما صوم التطوع من غير رمضان فالنزاع فيه معروف، فإن من أهل العلم من قال إن التطوع قبل القضاء، يعني التطوع بالصوم قبل قضاء رمضان، غير صحيح، ومنهم من قال إنه صحيح. ولا شك أن الاحتياط عدم الصح، بمعنى أننا نأمر هذا الرجل أن يصوم الدين الواجب عليه وهو قضاء رمضان قبل أن يتطوع، وهذا هو مقتضى العقل أن يبدأ الإنسان بأداء الواجب قبل فعل التطوع. فمثلا إذا قال قائل: أنا علي صيام 10 أيام من رمضان وجاء 10 ذي الحجة، فهل أصوم بنية صيام 10 ذي الحجة أو بنية قضاء رمضان؟ نقول: صم بنية قضاء رمضان، وإذا وقع هذا القضاء في أيام 10 ذي الحجة فقد يكتب الله لك الأجرين جميعا. نعم. بارك الله فيكم.